السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أصالة تي في. وفيديو النهاردة عن الأوميجا 3. أوميجا 3، إيه هي الأوميجا 3؟ وإيه هي فوائد الأوميجا 3 وأهم المصادر من الطعام أو المكملات أو الأدوية؟ ده اللي هنتعرف عليه في هذا الفيديو. ما هي الأوميجا 3؟ الأوميجا 3 هي أحماض دهنية أساسية وعناصر حيوية ومفيدة جدا للجسم، ولكن الجسم لا يستطيع إنتاجها، وعلشان جسمنا لا يستطيع إنتاجها فبالتالي لازم نحصل عليها من الغذاء أو من المكملات الغذائية أو الأدوية. يا ترى إيه هي فوائد الأوميجا 3؟ أول حاجة، الأوميجا 3 بتقلل الكوليسترول والدهون الضارة من الجسم. الأوميجا 3 كمان مفيدة لمرضى الضغط العالي ومرضى تصلب الشرايين. الأوميجا 3 بتفيد مرضى السكر وبتقلل من نسبة السكر عند مرضى السكر. الأوميجا 3 كمان بتفيد في تقوية الذاكرة وزيادة التحصيل والذكاء عند الأطفال وعند الكبار كمان. الأوميجا 3 بتقلل من الاكتئاب ومخاطر الزهايمر عند كبار السن. في فايدة مهمة كمان للأوميجا 3، إنها بتقلل من التهاب المفاصل والتهاب العظام والأمراض الروماتيزمية، فهي مفيدة جدا في هذا الموضوع. كمان الأوميجا 3 مهمة لاكتمال الجهاز العصبي للجنين، وعلشان كده بننصح الستات الحوامل إن هم ياخدوا أوميجا 3 علشان الجهاز العصبي للجنين يتكون كويس. كمان الأوميجا 3 مفيد للجلد، طبعا بيحافظ على حيوية الجلد وحيوية البشرة وصحة الشعر. الأوميجا 3 من الحاجات المفيدة لخصوبة الرجال والسيدات. النقطة الأخيرة، وهي نقطة مهمة ومفيدة لناس كتير كانت بتدور عليها، إن الأوميجا 3 من الحاجات اللي بتساعد في زيادة معدلات الحرق، فهي تفيد في عملية التخسيس. كبسولتين يوميا لمدة 3 شهور بتساعد في زيادة معدلات الحرق بصورة طبيعية وآمنة وقوية. دي كلها فوائد للأوميجا 3. طيب الأوميجا 3 بكل فوائده ده، واللي احنا صعب ان احنا جسمنا ينتجه، يا ترى ممكن نحصل عليه منين؟ نحصل عليه على الأوميجا 3 من مصادر طبيعية أو مصادر الأدوية أو المكملات الغذائية. أول حاجة، المصادر الطبيعية. المصادر الطبيعية للأوميجا 3، الأسماك هي المصدر الأول للأوميجا 3. الأسماك هي المصدر الأول للأوميجا 3، الأسماك بشكل عام، خاصة طبعا السردين والتونة والسلمون والمكاريل والمكاريل وما إلى ذلك. المصادر النباتية زي السبانخ وبرضو المكسرات من الحاجات الغنية بالأوميجا 3. زيت الزيتون كمان برضو أحد المصادر للأوميجا 3. البيض برضو من مصادر للأوميجا 3، خاصة إذا كانت الدواجن بتتغذى أو الفراخ بتتغذى على حاجات غنية بالأوميجا 3. دي المصادر الطبيعية للأوميجا 3. طيب مصادر الأدوية أشهرها طبعا الأوميجا 3 بلس، أو المكملات الغذائية بشكل عام التي تحتوي على الأوميجا 3. أول حاجة الأوميجا 3 بلس، وده برضو من الحاجات اللي سعرها بسيط، يعني حوالي تقريبا 14 جنيه سعر الشريط. الأوميجا 3 بيحتوي على كمان على زيت جنين القمح، وبالاضافه طبعا للاوميجا 3. الاوميجا 300 برضو من الادويه او من المكملات الغذائيه التي تحتوي على الاوميجا 3. زاندروس كبسول برضو بيحتوي على الاوميجا 3. وكمان الاوميجا فيت دي اكياس ساشت بتحتوي على الاوميجا 3. وفي نوع اخير هو المامي فيتال، ده بيحتوي على الأوميجا 3 وكمان اللاكتوفيرين أو الحليب. ولذلك الأفضل للستات الحوامل المامي فيتال، أنا بنصح بالمامي فيتال أكتر للستات الحوامل علشان في اللاكتوفيرين أو ما يعرف بالحديد يعني. الأفضل في المجموعة دي، طبعا هم كلهم يفيدوا الستات الحوامل طبعا، لكن الأفضل عشان احتوائه على عنصر الحديد هو المامي فيتال. فدي أهم أو أشهر المصادر من المكملات الغذائيه او الادويه التي تحتوي على الاوميجا 3. الاوميجا 3 بلس، الاوميجا 300، والزاندروس، والاوميجا فيت،
المامي فيتال، وده اللي هو بيحتوي على اللاكتوبرين او الحديد، وهو الافضل واللي بينصح بيه معظم الاطباء لستات الحوامل. بكده فيديو النهارده عن الاوميجا 3 يكون خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش في لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد دايما، ويا ريت نشر الفيديو علشان ممكن حد يكون محتاج المعلومه ويدور عليها وتوصله بشكل اسرع. اشوفكم دايما على خير، وربنا يسعد اوقاتكم دايما، وربنا يبعد عنكم كل الامراض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.